احنا هنا طبعا النهاردة جريدة أهل مصر في منزل الشهيد شهيد لقمة العيش عمرو مزروق، وطبعا النهاردة فرحة كبيرة لأبناء بورسعيد كلهم بعد ما سمعوا النطق بالحكم وحالة أوراق القاتل لفضيلة المفتي. فطبعا دي فرحة كبيرة لنا كلنا، وحسينا إن احنا جبنا حق عام، وإن القضاء طبعا قضاء شامخ وعادل ورجع الحق لأصحابه، وإن مامته طبعا بالنسبة لها يعني يعتبر كأن أول يوم حست بعديه إن عمرو اتوفى لأنهم أخدوا بحقه. فإحنا مع والدة عمرو هتقول لنا النهاردة كان شعورها إيه. الحمد لله، يعني هو يعني رحت الجبانة طمنت عمرو ان حقه رحت جاله. اه النهاردة طبعا جبانة طبعا، طب رحت مرتين النهارده النهاردة قبل طبعا، الحكم وبعد الحكم خالص قبل الحكم وبعد الحكم رحت طبعا. لو مات 100 موتة طبعا مش هيكفيني حقه في عمرو خالص، ولا التراب اللي عمرو كان بيمشي عليه. عمرو كان كل حاجة بالنسبة لي، بس نقول الحمد لله حق عمرو جاله. مش هقول الا كده، اقول الحمد لله. بقى لها قد ايه القضية في سنة المحكمة؟ وشهرين سنة وشهرين. طبعا حضرتك بتستني الحكم بفارغ طبعا، الصبر. كل شهر كل شهر كان لنا جلسة وكنا بنستنى. وقلتي عمرو كان بيجيلكوا في المنام؟ اه عمرو كان نفسه في حقه يجيله، عمرو كان بيطالب بحقه يرحمه. والحمد لله الحمد لله رب العالمين. حضرتك سمعتي انك ما وعدتيش لغاية ما تسمعي لا، ما النطق هم بالحكم، ليه بقى؟ قالوا هياخد 15 سنة. قلت بقى حسيت بالظلم، ازاي يعني مين ابني اللي ياخد قال ان هو 15؟ هياخد 15؟ المحامي قال في نص في القانون ان هو ايه، في ممكن يطلع قضية. ثغرة. ايوه مشيت انا بقى، رحت بقى النهارده طبعا، قلت حق عمرو راح، يعني اللي يقتل ويسرق ياخد 15 سنة والموضوع عادي بقى. وبعد مشيت بقى. كده بعد كده بقى جالي بقى التليفون من المحامي، قالوا لي ده تحول اوراقه للمفتي الجمهورية. طبعا دي كانت فرحة بالنسبة لك. اه فرحة طبعا، لحق عمرو يرجع له طبعا طبعا. هو مش هيطفي نار، بس الحمد لله الحمد لله.